بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وسلم تسليما كثيرا. النهاردة بإذن الله دي سابع محاضرة في الدبلومة بتاعتنا بتاع البرمجة اللغوية والعصبية. ابتدينا البرمجة، وأول حاجة خدناها خدنا علم البرمجة واتكلمنا عنه واتكلمنا عن تعريفاته، وبعدين اتكلمنا عن فرضيات البرمجة اللغوية والعصبية، وقلنا ان اهم فرضيتين عندي. اول فرضية اللي هي احترام وجهة نظر الشخص الاخر للعالم، دي على المستوى العملي والشخصي. وعلى حاضر هقولها لك. وعلى المستوى البرمجة كلها قلنا الخريطة ليست هي المنطق، هي الفردية اللي بنى عليها علم البرمجة كلها والعلوم المتفرعة منها. أهلا بيك يا نشوى، أهلا يا ميادة، حاضر يا أستاذ محمد. فبالتالي لما نتكلم عن البرمجة ونقول إن أهم فرضيتين بالنسبة لنا في البرمجة، هي الفرضيات بتاعتها كلها هايلة، لكن أهم فرضيتين هما تلخيص للفرضيات اللي بعد كده وتطبيق ليهم، هي احترام رؤية الشخص الآخر للعالم، وتاني فرضية الخريطة ليست هي المنطقة. تعريف علم البرمجة هي فن وعلم الوصول بالإنسان لدرجة الامتياز البشري، والتي بها يستطيع أن يحقق أهدافه ويرفع دائما من مستوى حياته. هقولها تاني برضو، هي فن وعلم الوصول بالإنسان لدرجة الامتياز، والتي بها يستطيع تحقيق أهدافه ويرفع دائما من مستوى حياته. التعريف كده واضح يا أستاذ محمد؟ لا أنا مش هتكلم عن تحليل الشخصية، احنا خدنا المرة اللي فاتت النظام التمثيلي، هو مش تحليل شخصية بمعنى كلمة تحليل شخصية، بس أنا هراجعه دلوقتي معاكم على السريع برضو الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها المرة اللي فاتت. تمام، الله ينور عليك يا مياد. هي فن وعلم الوصول بالإنسان لدرجة الامتياز. هاي بعد ما خلصنا ده اتكلمنا عن نموذج النجاح، واتكلمنا عن الحصيلة وازاي نحقق هدفنا، وعملنا خطوات لتحقيق الهدف ده بتمشي ازاي. اتكلمنا عن الرابط، وعرفنا قد ايه الرابط مهمة قوي في حياتنا، وان في روابط كتيرة قوي موجودة في حياتنا محتاجين ان احنا نتخلى عنها، وفي روابط في حياتنا محتاجين ان احنا نوثقها ونأكدها. وعملنا رابط الثقة بالنفس، وطلبنا منكم طبعا ان انتوا تعملون لوحدكم اكتر من مرة لحد ما ان شاء الله رابط الثقة بالنفس يثبت، بالذات عند بعض الناس اللي هي حاسة ان هي محتاجاه. بعد كده اتكلمنا عن الادراك، وفي الادراك اتكلمنا عن مواقع الادراك. بسرعة كده مين يفكرني بمواقع الادراك؟ حضرتك يا استاذ احمد ممكن تسمعه في المحاضرات اللي فاتت. يا حضرتك اسمعه في المحاضرات اللي فاتت. حضرتك اول مره تحضر معانا؟ تمام يا نشوى، الله ينور عليكي. روابط زمنيه وروابط مكانيه وروابط منطقيه، الدعم بعد اذنكم ينزل لنا لينك المحاضرات اللي فاتت. لا، مفيش علاقة بين البرمجة اللغوية والعصبية وعلم الكمبيوتر. ده كلمة برمجة هم يعني مقتبسين ان احنا بنبرمج العقل بطرق مختلفة زي ما احنا بنبرمج الكمبيوتر.
اتكلمنا على مواقع الإدراك وقلنا إن هي مكانية، مواقع إدراك مكانية، مواقع إدراك منطقية. معلش الأول عايزة أقول مواقع الإدراك عبارة عن سوري، الإدراك عبارة عن مواقع الإدراك ومرشحات الإدراك. وإحنا اتكلمنا عن مواقع الإدراك المكانية والمنطقية والزمنية. مواقع الإدراك الإدراك عبارة عن مواقع إدراك مكانية وزمنية ومنطقية، وجوه مواقع الإدراك الزمنية عندنا ناس عايشة جوه الزمن وناس عايشة الزمن قدامها وراها والحاضر قدامها، ودي ما بتبصش كتير لمستقبلها. والناس اللي عايشة حاطة الزمن في اعتبارها، وفي نفس الوقت الحاضر قدامها، دي أحسن صورة ممكن نعيش فيها. واتكلمنا عن مواقع الإدراك المنطقية، إن شاء الله المحاضرة الجاية يا ميرا هنراجع، حاضر هرجع لكم الثقة بالنفس. احنا المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت احنا خدنا المواقع الإدراك، واللي كانت قبليها الثقة. عايزين اعمل لكم رابط الثقة، خليها المحاضرة الجاية، هتكون نهاية المحاضرات إن شاء الله. وفي نهاية المحاضرات بتاعتنا بإذن الله هرجع لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها. ايه مواقع الإدراك الزمنية اللي طلبها تاني؟ الشخص اللي عايش مستقبله قدامه والحاضر والماضي بتاعه وراه، مش مهتم بالماضي، بيفكر في المستقبل بس، ما بياخدش من تجاربه، ما بيتعلمش من تجاربه. في ناس عايشة كده، عايشة حياتها تبص قدامها وبس، ما بتاخدش في اعتبارها الماضي وتحطه في اعتبارها. وفي ناس العكس، عايشة في الماضي، ودايما غالبا بتبقى الناس الكبيرة اللي يا زمان ايام ما كانت اللحمة مش عارفة بكام، يا زمان لما كنا احنا بنقعد على البحر والشارع نضيف وما الى ذلك، دي الناس اللي عايشة في الماضي. الناس بقى اللي دايما حاطة الماضي وراها كخبرة اكتسبها من الماضي والمستقبل قدامها، هي اكتر ناس متزنة في حياتها. ويا ريت كلنا ان شاء الله بعد ما عرفنا مواقع الادراك نبقى كلنا كده. نيجي للمواقع الادراك المنطقية، قلنا ان في حاجة اسمها مواقع ادراك منطقية تفصيلي، شخص تفصيلي وشخص اجمالي. وغالبا الست اللي هي تفصيلي، الستات اغلبتهم بيفكروا بالتفصيل، بيهمهم التفاصيل قوي. وطبعا في رجاله بيهمهم التفاصيل، هي بس هي اكتر عند الستات. الشخص الرجاله غالبا هم اجمالي، بيفكروا دايما بالموضوع، عايزين النتيجه بسرعه، مستعجلين. الشخص التفصيلي فعلا صح يا نشوى، الله ينور عليكي، اغلبيه النساء تفصيليين واغلبيه الرجال اجماليين. الموقع الإدراك اللي بعده موقع الإدراك الزماني. في شخص عايش جوه الزمن وفي شخص عايش بره الزمن. الشخص اللي عايش جوه الزمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيكون لو عنده تجربة سيئة هو بيفضل عايش جواها ومتأثر بيها، وبتفضل تأثر عليه تأثير سلبي. الشخص اللي عايش بره الزمن دوت بيكون شخص منفصل عن التجربة، فبالتالي لما يبقى فيه أحداث بتمشي بيبقى حاسس إن التجربة بتأثر عليه تأثير مش قوي، فبالتالي يقدر يخرج منها بسهولة، وتأثيرها عليه ما يكونش تأثير قوي. بنسميه شخص انفصال. شخص الاتحادي ده اللي بيبقى عايش جوه التجربة، مش عايز يبعد عنها. وللأسف الناس دي إما بتصاب بالاكتئاب أو الأمراض كتيرة جدا. المفروض ان احنا نبقى اتحاديين يا نشوى مع المواقف الايجابيه، الله ينور عليكي، ونبقى انفصاليين مع المواقف السلبيه. تمام، هي. وبعدين المره اللي فاتت اتكلمنا في مواقع الادراك، في مرشحات الادراك. في مرشحات الادراك اتكلمنا عن النظام التمثيلي. هو يا جماعه مش نظام تحليل الشخصيات بمعنى تحليل الشخصيات، عشان في ناس بيخلط عليها الامر في الأنظمة المختلفة. هو مش تحليل شخصية قد ما هو الشخص ده اشتغل، اتعامل معاه ازاي.
ايه اكتر حاجه تخليني اتاثر بيه؟ عارفين هي اكتر مهاره اتصال مع الناس، مش بس تحليل شخصيه، اعرف الشخص ده اذا كان سمعي ولا بصري ولا حسي عشان اعرف اوصل له ازاي، وفي نفس الوقت اعرف نفسي عشان اعرف اذا كنت اقدر اتخلى عن حاجه من صفاتي عشان اكون بتعامل باقصى مهارات اتصال سواء مع النفس سواء مع الغير. وعليكم ميزة النهضة، ميزة المرشحات الإدراك بتخليني أتعامل مع شوية حاجات. عموما البرمجة بتخليني أركز على شوية حاجات. أول حاجة التنفس، وده المفروض ان احنا بنتنفس بطريقه غلط وما بنستخدمش النفس كويس وندخله في دماغنا، وانا شرحت واتكلمت في الموضوع ده. مهم جدا جدا ان انا امارس تمارين التنفس باستفاضه، وباذن الله ربنا ييسر الحال ونشرح نوصل للمساعد ومارس المساعد ونتكلم على انواع النفس. انا ان شاء الله ناوي اعمل لكم حاجه اسمها برمج حياتك، دي خارج ان انا اكمل مساعد وممارس، بس دي حاجات في صميم البرمجه احنا مش بنتعرض لها كتير، تخص علوم خاصة بالبرمجة، بس بتبرمج حياتنا، بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة. الإدراك أنا بتكلم عموما على النفس، عموما على البرمجة، يعني فيها بتأثر جامد جدا على المخ، بتأثر على القلب كتير قوي. يبقى أول حاجة بركز عليها في البرمجة عملية النفس، التنفس، ازاي اتنفس. 8 2 8 ثم 8 2 4، في ناس بتقول 4 2 8 هي برضو نفس الوضع، بس 8 2 8 بتديني استرخاء اكتر. يعني انا لو في محاضرة وقاعدة ولايف افضل ان انا اخدها 4 2 2 8، لكن الواحد عشان قاعد فعلا في البيت والجو برضو مش زي ان هو واقف والناس قدامه عينيهم في عينيها، فممكن ناخدها 4 2 4 في المحاضرات ستيب باي ستيب، لان دخول الاسترخاء مش سهل في البدايه. حضرتك هتسمع، احنا نزلنا رابط المحاضرات اللي فاتت، حضرتك اسمعها يا استاذ احمد، انا شرحها بالتفصيل. 8 4 2 8 4 8 ده لما اكون قاعد كده وعندي قبول للاسترخاء، يعني زي ما احنا كده قاعدين في وقت معانا واغلبيتنا هتلاقيهم قاعدين، محدش قاعد، محدش واقف، محدش قاعد مركز مع ناس تانية. 8 2 4 النفس اللي يزود الطاقة، انا النفس 8 2 4 ده بيخرجني من الاسترخاء، وفي نفس الوقت بيديني طاقة، وممكن اخد 4 2 4. 4 2 8 ده استرخاء، العكس بقى 8 2 4 افصل واخد نشاط، نفس التنشيط بالظبط. خلينا نقول النهارده نعمل في الاخر تمرين النفس. بصي يا امي، انتوا واجباتكم كلها ممتازه ودي وجهه نظرك صح في حاجات كتير، بس انا ما بعترضش على واجبات، انا مش مستني، انا مستنيه الكل يشوف عشان الكل يلاحظ ويحط لي التعقيب بتاعه. انا يهمني الكل يشوف الفيديوهات اللي نزلت على الجروب، والفيديوهات اللي نزلت على الجروب مهمة قوي قوي انها ان الكل يعلق لي عليها، لانها هتقوي عندكم التحديد الانماط بين شخص وشخص تاني بالظبط. وبعدين انا عايزاكم تتفاعلوا مع بعض، يعني انا عايزه نعمل النهارده هقول لكم على المشروع بتاع المشروع الجميل بتاع نموذج النجاح، يعني انا عايزه كل خمسه، انا مش هقسم انا الخمسه دول، بس عايزه كل خمسه يشتركوا لي في نموذج نجاح. الفروق الفرديه بالظبط، وبعدين انا عايزه الناس تتفاعل مع بعض، عايزين نتكلم مع بعض على نوصل لبعض. امال احنا بناخد البرمجه عشان نقوي مهارات اتصال، فانا مش معترضه، يعني في ناس كمان بتكلمني بحده، هو انا مش عاجبك الواجب ولا ايه؟ والله انا عاجبني، بس انا مستنيه الناس تتكلم، مش انت يا امي على فكره.
طيب خلاص، لما الدنيا تتظبط معاك ابعت لي الواجب يا طارق. لا احنا تقوية الإدراك، بصي أنا مش متخصصة في التركيز يا معايا، ده الذاكرة والتذكر والتركيز أنا مش متخصصة فيها عشان أفتيلك حقيقة، أنا قريت عنها لكن أنا مش متخصصة فيها، لكن اللي أعرفه إن التمارين دي وتقوية الإدراك بتخليكي تقوي مهارة إن أنت تتواصلي مع الناس، أما مهارة التركيز أنا لسه ما درستهاش باستفاضة. طيب حضرتك كمل معانا المحاضرة وبإذن الله نلخص لك الحاجة كلها في الآخر. هديكم الميعاد المرة الجاية، بس حاولوا تخلصوا كل الحاجة قبل الأسبوع الجاي إن شاء الله، يعني خلصوا كل المحاضرات. نرجع بقى لمرشحات الإدراك. هنقول إن مرشحات الإدراك تأثيرها علينا بيبقى تأثير قوي جدا لو في حدث خارجي دخلي، الحدث ده بيأثر عليا في الوقت أو الفراغ أو المادة أو الطاقة، كل دي حاجات بتاعت جسمي. الحدث بيأثر على وقتي، بيأثر على الفراغ اللي حواليا، بيأثر على المادة اللي حواليا، بيأثر على الطاقة اللي حواليا، بيأثر على اللغة، بيأثر على الذاكرة، يا إما يتحط في الذاكرة القريبة يا إما يتحط في الذاكرة البعيدة على حسب قوة الحدث. بيأثر في قراراتي، قراراتي قوية ومماثلة للحدث، قراراتي ضعيفة ومناسبة برضو للحدث، ولا ما باخدش قرار فيها. القيم والمعتقدات، هل الأحداث الخارجية دي قوية قوي لدرجة إنها تأثر في قيمي ومعتقداتي ولا لأ؟ وبعدين بعد القيم والمعتقدات بتتحول لمبادئ، بقى انسان عايش على مبدأ زي مبدأ الوطن ومبدأ الدين، بحارب عشان ديني، بحارب عشان وطني، ده مبدأ. بنتهج مثلا منهج التدريب، ده مبدأ. تمام، الحاجات دي كلها بتأثر عندي في التمثيل الداخلي بتاعي، بتأثر على حالتي انا النفسية. لو انا حالتي النفسية كويسة بيأثر ده على سلوكي، بيأثر على وضعي الجسماني. لو أنا مثلا حاسس ثقة بنفسي وعندي مبدأ قوي عايش عشانه وعندي ثقة بنفسي، هتلاقي وضعي الجسماني مفروض، ظهري مفروض، رقبتي لفوق، حاسس نفسي منتظم. لو التمثيل الداخلي اللي إحساسي جوه إحساس إحباط وإحساس عدم أمان وعدم راحة زي للأسف اليومين دول اللي سايب في الوطن العربي، هتلاقي عندنا التمثيل الداخلي ده منعكس على حالتي. مادي ان انا قاعد دايما تاني ظهري، عيني لتحت، واحساسي بالتوتر وما الى ذلك، مأثر على وضعي الجسماني، بالتالي كل دول بيأثروا على سلوكنا. لو انا حالتي كويسة هيبقى سلوكي ايجابي، لو انا حالتي مش كويسة هيبقى سلوكي سلبي. دي مرشحات الادراك باختصار. بيحصل فيه حاجة اسمها ميتا هنتكلم عليها النهاردة، بيحصل حاجة فيها حاجة اسمها حذف، تشويه وتعميم، وانا هوضحها النهاردة بإذن الله. عدم الرضا منحنى لأسفل، تمام، الله ينور عليك يا نجم. ممكن يكون بيتأمل ويتفكر، بس احنا بنتكلم على احنا اللي عينه تحت ممكن يكون بيتامل ويتفكر، مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم على حالتك النفسيه، ما بنتكلمش على التامل والتفكري. حالتي النفسيه ومودي قوي هكون انا التامل والتفكر دوت مش هيكون، غالبا مش هيكون في وضع ان انا قاعد وحاطط ايدي على خدي ومنزل راسي لتحت وعلامات وشي كلها منقبضه زي ما بيقولوا. بالعكس، التأمل والتفكر ده هيبقى معاه صفاء وجه وجسم مسترخي. احنا مش هنقدر نبعد نفسنا عن الضغوط، بس نحاول نتواءم مع الضغوط اللي احنا فيها. حركة العين، انا عايزة منكم حاجة، الفيديوهات اللي نزلت حللولي حركة العين. انا معلش عشان احنا مش قدام بعض، احنا لو قدام بعض دلوقتي كنت خليت ناس تتخيل وناس تتصور ونبص لها، فانتوا تخيلوا انتوا حركة العين وركزوا فيها كويس
مع الناس اللي حواليكوا، عشان انا الفيديوهات اللي نزلت دي كمان صنفوها لي. هتكلم عن حاجه بقى انا بعتبرها مهمه جدا جدا، اللي هي الالفه. انا بعتبر ان موضوع الالفه ده من اهم المواضيع اللي احنا محتاجين. هو الصوت واضح يا جماعه ولا عشان في اتنين بيقولوا لي؟ طيب الحمد لله. الموضوع الالفه ده من الحاجات المهمه جدا، وانا هتكلم عموما دلوقتي عن التعامل مع الشخص الاخر. لو انت ليك شريك حياه عايز تعمل بينك وبينه الفه ومقرر، هتعرف تعمل بينه الفه. كنت لسه مع دكتوره في علم النفس تقول ايه، بتقول شخصين ما اقدرش اعيش معاهم، عشان احنا بنتكلم عشان نحارب حالات الطلاق والكتير قوي اللي الناس كتير قوي فيها. المجنون والمدمن، الاثنين دول هما اللي في اي حاله من الحالات لو ده شريك حياتي اقرر اسيبه فورا، الا اذا كان الموضوع جديد بالنسبه للمدمن. اما لو الموضوع قديم والمدمن ده خلاص يعني وصل، انت بتجيب جيل بايظ، جيل منهار، بتقعد تعالج طول عمرك، الاثنين دول هما دول اللي ما اقدرش اتعامل معاهم. اي حد تاني في الدنيا حتى لو مريض نفسي اقدر اتعامل معاه، لكن الفكره ان انا اقرر ان انا اتعامل معاه واعرف اوصل لان انا اوصل معاه لمرحله تفاهم والفه. ومش ببالغ لما اقول ان الالفه دي مش صعبه جدا جدا. هو كل الفكره لما الشخص يفوق ويلاقي نفسه ايه ده انا عملت كده ازاي. بالظبط، التعامل مع الشخص اللي قدامك مهما كان وضعه هو لازم تتعامل معاه، خاصة لما نتكلم على شريك الحياة. زي بناء أسرة، حاجة مش سهلة جدا 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 جدا، فهدم أسرة حاجة مش سهلة إطلاقا، وليها تأثير قوي جدا جدا على حياتنا وعلى مجتمعنا وعلى أمتنا وعلى بلدنا، تأثير قاتل. احنا بحالات الطلاق اللي احنا بنعملها من غير ما نقصد ومن غير ما نشعر، طبعا ربنا يبعدوها عنكم كلكم، دي بتأثر على المجتمع اكتر ما بتأثر عليك، بتأثر على الاولاد. دارين كلها راعين بجد. هاجي اتكلم عن الألفة. يعني ايه ألفة؟ ممكن يديني تعريف الألفة؟ كلمة ألفة، الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، هم راعين والله، وانا سعيده جدا بانضمامي ليهم، وربنا يقدرني ويكون عنده حسن ظنهم الجميع. رندا بتقول التجانس، مايدا بتقول خلق جو من التوافق بيني وبين الاخرين، نشوى بتقول خلق جو من الود، الهام بيقول الامن، كريم بيقول كاريزما ما بين الطرفين، ثقه بالنفس، استاذ محمد عز، استاذ محمد ألفة وحب، ارتياح في الكلام، صار عليه، بروجرامر التفاهم، رشا بتقول لنا الاندماج، إلهام بتقول لنا الأنس، تواصل جيد، احترام، حب، تبادل علاقة طيبة، اتصال جيد. انتوا راعين كلكم ما شاء الله عليكم، متواصلين جدا. ارتياح، كريم بيقول لنا هاي، طارق بيقول لنا حب واحتواء، نشوى بتقول منظومه من الائتلاف والتفاهم الهام. هاي كل الكلام ده مظبوط. الالفه ليها معاني كتير قوي، وفي اللغه العربيه هي علاقه عاطفيه متناغمه او ارتباط. ليس الحته دي مهمه قوي ان انت تفهمها، ليس من الضروري ان المستفيد الذي يشبهك هو الذي سيألفك. يعني ايه؟
يعني مش لازم الشخص اللي قدامي توصل بيا وبينه المرحلة لمرحلة عاطفية. ممكن أتآلف مع شخص مش شرط يكون زوجي، ممكن أتآلف أحاول أعمل الألفة ده بيني وبين مديري، ممكن أحاول أعمل الألفة دي بيني وبين أخويا، بيني وبين شخص بيني وبينه خلاف، بيني وبين شخص عايزة أوصل بيني وبينه لمرحلة تفاهم أو اللي ينفذ اللي انا عايزه زي ما بيقولوا. بس ده مش ده، بس احنا بنتكلم بالطريقه الايجابيه السلبيه، لان في ناس للاسف بيستخدموا الحاجات دي بالطريقه السلبيه، فاحنا خلينا نستخدمه بالطريقه الايجابيه. يعني لو عايزه تاخدي فلوس عشان تشتري حاجه هتستخدمي الالفه، المشكله لما يفوق بقى هو بره البيت بما يرضي الله. طبعا كل بما يرضي الله. طيب بلاش قدام الرجالة، ما هو كل واحد اكيد مش حاضر مع زوجته، واكيد كل واحدة مش حاضرة مع زوجها، هو برضو لو عايز حاجة بالألفة هياخد كل حاجة، ياخد فلوس، ياخد مكوى، ياخد اي حاجة، مفيش استغلال ولا حاجة بقى. عموما هما الرجالة والستات اتفقوا على الا يتفقوا، فصعب قوي ان تلاقي اتنين بيحضروا المحاضرة، حد بيحضر معاه زوجه او زوجته. انتهز فرص. لا رشا لا، قالت لي طمنتني ايه. صعب ده، كانوا بيسمعوها زي الراديو. بروجرامر. طيب خلاص، عموما انا شرحت لكم انتوا الاتنين بقى، نشوف مين فيكم اللي هينفذ. لا خليك انت اللي مؤثرة، خليك انت اللي مؤثرة. خلينا نتكلم عن الألفة. الألفة هي المقدرة على تقليل الفوارق المدركة بالكاف في اللاواعي بينك وبين الشخص الآخر إلى أقل ما يمكن. يعني الألفة انا بشتغل على اللاواعي، بعمل ايه بيني وبين الشخص اللي قدامي عشان اخلي الشخص اللي قدامي ينفذ لي كل كلامي ويعمل اللي انا اقول له عليه. مجموعة من الخطوات، الخطوات دي عبارة عن حاجة اسمها مجاراة وحاجة اسمها قيادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المجاراة دي ان انا بمشي على شوية خطوات لمرحلة ان انا احس ان انا خدت مرحلة قيادة من الشخص اللي قدامي هقوده، بعمل اختبار اذا كانت خلاص احنا وصلنا لمرحلة القيادة، خلاص بعد كده ابتدي اطلب طلباتي بقى. الألفة هي علاقة عاطفية متناغمة او ارتباط، دي في اللغة العربية. في اللغة الخاصة بالبرمجة اللغوية والعصبية هي المقدرة على تقليل الفوارق المدركة في اللاواعي بينك وبين شخص آخر إلى أقل ما يمكن. تمام يا أستاذة إيمان؟ بقى للألفة تاني. حاضر حاضر يا ميرا. الألفة هي المقدرة على تقليل الفوارق المدركة في اللاواعي بينك وبين شخص آخر إلى أقل ما يمكن، وبالطبيعي المدركة. برافو عليكي. والناس طبيعي بيحبوا اللي يشبه لهم. أنا لما بلاقي شخص بشبه له طبيعي منطقي جدا جدا إن أنا بستريح له، فانا بالألفة دي بخلي بيني وبين الشخص اللي قدامي شبه، مش لازم يكون شبه في الشكل بس، ممكن يكون شبه في المعنى، شبه في الاسلوب وفي حركة العين وفي حركة الجسم وما الى ذلك. تمام يا استاذ عبد السلام، ممكن يكون في ألفة بين اتنين مهمة، اكيد طبعا في، ولو عايز تعمل الألفة هتعمل ألفة. مش بقول لك ان في ناس اتفقت على الا تتفق
ومع ذلك بينهم ألفة، ممكن نعمل بينهم ألفة، مفيش مشكلة إن شاء الله. هنعملها دلوقتي شوية يا أستاذ ماجد. أول حاجة الإشارات والحركات الصادرة عن المستفيد إراديا ولا إراديا، نبرة الصوت اللي هي طريقة التحدث في الكلام، حجم الصوت إذا كان حجم الصوت لو رفيع أو غليظ، درجة الصوت، مدى ارتفاع الحدة أو انخفاضها، اللغة بتاعة الناس لو شخص بصري، لو شخص سمعي، لو شخص حسي. دي الحاجات الأساسية اللي أنا هشرحها دلوقتي. المباراة هي إيه؟ المباراة هي التأثير على الشخص الآخر من خلال تمثيل نفس النمط الذي يمثله والتحدث بنفس الطريقة التي يتحدث بها ووضع جسمي في الطريقة التي بالطريقة التي يضع جسمه بها بها. بعد ما بعمل المباراة بوصل لمرحلة القيادة. أنا هعمل المباراة، بس أنا بشرح لكم اللي أنا هعمله الأول. بوصل لمرحلة القيادة، خلاص الشخص اللي قدامي حس ان انا يعني خلاص بيني وبينه ألفة وخلاص استريحنا لبعض، بروح عاملة حتة اختبار الأول. لو حركت ايدي او حركت جسمي او حركت وشي هلاقيه هيعمل نفس الحركة. في الحالة دي هعرف ان انا خلاص وصلت لمرحلة الألفة. خلاص وصلت المرحلة في الألفة، بوصل بقى خلاص القيادة دي ان انا اتكلم معاه في الحاجة اللي انا عايز اخد منه في بيها موافقة، او اللي انا عايزة اوصلها له او افهمها له او اوضحها له. الهدف من ده ايه؟ ان انا يبقى بيني وبين الشخص اللي قدامي نوع من التوافق والتآلف اللي بيه اقدر اوصل لاعلى مرحلة اتفاق وتفاهم. خلي بالكوا ان انت بعد ما تعمل الالفة انت هتبقى كده، انت يعني هتوصل لمرحلة ان هو يقودك هو كمان، فبالتالي هتبقى تبادل. خلاص انت وصلت لان عقلك اللاواعي مع عقل اللاواعي وصل لمرحلة تفاهم معينة، خلاص حس ان هم شبه بعض وحس ألفة. فبعديها بعد ما انت تاخد منه القرارات اللي انت عايزها هتوصل لمرحلة كمان ان هو يقودك، هتلاقي نفسك طبيعي بتحرك ايدك نفس حركات ايده، بتعمل ايماءات، بتعمل نفس الحركات بتاعت سوري نبرات الصوت ارتفاعها وانخفاضها، بتماثل نمطه. عشان كده في ناس كتيرة جدا جدا بالوقت بنحس ان هم شبه بعض، على الرغم ان هم مش شبه بعض، بس مستوى الكلام عندهم واحد، الحركات بتاعتهم واحدة، طريقة تفكيرهم متقاربة. دي الناس اللي عملت بينهم وبين حقيقة اختلافهم الحقيقي. بتيجي بعد فترة من الزواج مع ناس كتيرة حقيقي فعلا يعني فين. لا ما بيفقدش كل واحد اسلوبه الخاص. احنا بنتعلم في البرمجة ازاي نتحكم في عقلنا ونتحكم في الناس اللي حوالينا بشكل ايجابي. وبعدين الالفة دي مش شرط ان هي تكون استخدام سلبي، بالعكس انا بستخدمها استخدام ايجابي عشان اثر تأثير قوي على اولادي، عشان اثر تأثير قوي على شريك حياتي، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة تفاهم وان احنا نقدر نتواصل مع بعض. تبقى حلوة قوي مع الحملة، والحمى سواء ذكر او انثى، يعني بنقدر نتفاهم معاه ونوصل لمرحلة ان محدش يتمشاكل. اهم حاجة رشا بتقول لنا مع الناس اللي حواليك في شغلك وما الى ذلك، انت بتوصل لمرحلة تآلف، لكن انت من جواك عارف انت بتعمل ايه كويس.
هنجيلها دي، خلينا نتكلم عليها دي. المبادئ يا سارة، انت عندك مبدأ معين عايش عشان دي اللي في البرامج العقلية العليا، وهنتكلم عليها ان شاء الله المرة الجاية. بنوصل لمرحلة التوافق في القيم والمعتقدات. نيجي بقى للمستوى الشكلي. المستوى الشكلي انا عندي 5 مستويات. اول حاجة المستوى الشكلي ده عبارة عن ايه؟ لو هو قاعد وظهره مرفوع مرفوع وراسه مرفوع بقعد نفس القعدة، لو ايديه الاتنين على بعض بعمل نفس الحاجة، كأني حاطط مراية نفس حركة الحركات اللي بيعملها بجسمه انا بعملها من غير طبعا ما هو ياخد باله. بس طبعا يعني في بعض الحاجات احنا ما بنعملها لو انت بتتكلم مع شخص اخر، يعني الذكر مثلا لما بيجي يحط رجل على رجل بيحطها بطريقه، الست بتحطها بطريقه تانية، دي مش مشكله يعني مش قضيه. المهم ان الجزء اللي فوق من جسمك اللي في مستوى نظره، الوش، حركات الوش هي نفس الحركات، رفعت الجسم لو هو رفع جسمه او هو تاني جسمه نفس المستوى بالظبط انا بكون فيه. نيجي للمستوى الصوتي، لو هو صوته منخفض اوطي صوتي انا كمان، لازم صوتي انا كمان ينخفض. لو هو صوته عالي معليش صوتي لدرجة ان يبقى احنا بنعلي صوتنا قدام بعض بالظبط كوبي، خلي الصوت عالي بس بطريقة معتدلة. سرعة الكلام، احنا اتفقنا ان الشخص السمعي بيتكلم بسرعة كتيرة جدا جدا ويقول اللي هو عايزه بطريقة سريعة، عايز نتيجة. الشخص اللي هو سمعي بيسمع بيتكلم باعتدال، الشخص اللي هو حسي بيتكلم بالراحة خالص. يبقى انا الارتفاع وانخفاض وسرعته بعمل زيه بالظبط. التأكيدات اللغوية بقى، الكلام اللي بيقولوه، يعني انا هقول لكم على حاجه سر من الاسرار. انا وانا بتكلم معاكم لاني انا مش شايفاكم وانا عايزه احتوي القاعه للناس المدربين اللي معايا، فاجي اقول نيفين بتقول ولو مش بيسمع اعملي غير اللي ما بتسمعهوش، نيفين الهام بتقول كوبي، بقول الهام بتقول كوبي، ده انا باكد على كلامك، بعمل بيني وبينك نوع من اللي هو في حد ان انا اقول لكم. أستاذ محمد بيقول أنا معترض شوية على الموضوع ده، شايف إن الأسهل تقارب من الجانبين، أسهل الوصول إلى نقطة التقارب، مش لازم أشبه. أنا مش معترضة معاك بس خلينا نتكلم على البرمجة اللغوية والعصبية والألفة تحديد في البرمجة اللغوية والعصبية. وبعدين أنا أحيانا يا أستاذ محمد بيبقى عندي ناس حالتهم مستعصية، في ناس بتتفهم من غير ما نشرح لها برمجه لغويه وعصبيه، وناس بيبقوا في قمه الانسجام وقمه، لكن في ناس ما بيعرفوش يوصلوا لمرحله التفاهم دي، ما بيعرفوش يتقاربوا. فخلينا نتكلم الناس على الطريقه اللي تقارب بيها مع الاخر. قد تكون مختلف معايا بالظبط يا ميرا، بالضبط، ولو شخصية قيادية قد تكون مختلف معايا، بس خلينا نقول ان هي دي الطريقة المثلى فعلا لان انا اعمل بيني وبين الشخص اللي قدامي تفاهم. احنا خلاص دي المحاضرة تعتبر القبل الاخيرة من الكورس يا استاذ احمد، حضرتك عايز تسمع المحاضرات اللي فاتت اسمعها كلها ان شاء الله، واحضر معايا النهاردة والكورس الجاي ان شاء الله هلخص المحاضرات وأعمل لكم حاضر رابط الثقة بالنفس إن شاء الله. أنا حابة إن أنا أعمله ده فعلا يا ميادة، يعني الله ينور عليكي، أنا حابة إن أنا أدي قيادة وراها برمجة، وهعمل برمجة عقلك وبعدين هخش في حاجات تانية بحيث إن هم يبقوا متسلسلين، بحيث إن إحنا نحاول نوصل بالناس المتواصلة معانا أكبر وقت، لان احنا ان شاء الله نبقى ناس متميزه في حياتنا. هو الجروب مانع ان احنا ننزل اي برامج من عنده، ولو مفيش تفاهم احنا بنعمل التفاهم يا استاذ محمد، لو مفيش تفاهم بنعمل التفاهم. في نوع من الناس بيبقى صعب جدا التفاهم معاهم،
المفروض ان انا في الحاله دي عشان اقوي علاقتي بيه وان انا لازم اتعامل معاه اعمل تفاهم. التأكيدات اللغويه قلنا واتكلمنا عليها، حضرتك ناقشيني فيها يا استاذه نيفين، وباذن الله حاولي تبقي تحضريها معايا ان شاء الله لما اعيدها سواء هنا او في اي مكان تاني. اتفضلي اسمعيها وابعتي لي المسجات اللي انت عايزاها. الله ينور عليك يا استاذ محمد. استاذ محمد بيقول لنا شعر. استاذ محمد انت لغه عربيه صح؟ انا فاكره ان انت دخلت قبل كده قلت لي ان انت لغه عربيه. وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. لسان احصى حقوق برضه بتوع عربي، بتوع عربي فرنساوي. القيم والمعتقدات متوافق معاه في قيم ومعتقدات. الله يخليك يا فندم. بنتوافق معاه في القيم والمعتقدات، ودي مهمة جدا جدا. للأسف عندنا في مجتمعنا مجموعة قيم ومعتقدات. هتكلم من ناحية الست شوية الأول وبعدين هتكلم من ناحية الراجل. مثلا الراجل متربي على إن الست ليها وضع معين وشوية مش بيحترم عقليتها. خلينا نتكلم على الناس مش اللي موجودين معانا في القاعة. انا عارفة الناس اللي موجودين معانا في القاعة والناس اللي حريصين على حضور العلم اكيد هم ناس قوية بالشكل اللي فاهمين كويس قوي نقيض اللي انا بتكلم فيه. وبالشكل اللي فاكرين اللي فاهمين وضع المرأة ومستواها وان المفروض ان هو يتعامل معاها بطريقة راقية. بس في ناس مش ده منهجهم في الحياة. في ناس بتعتقد ان الست ملهاش غير ان هي تقعد في بيت وتعمل الاكل وتربي الاولاد وهو يطلع بره ويعمل اللي هو عايز وما الى ذلك. ده راجع للطريقة اللي تربى بيها، مش بس قدراته العقلية. لا، في ناس متربية يا جماعة بطريقة رسخت الحاجة دي اصبحت في مبادئها. فانا في الحالة دي اعمل ايه؟ اتفاهم معاه. عايز ايه؟ ما اشتغلش انا، بس اكون انا كساعده واخده بالي من ان انا يبقى ليا كياني، اقرا كويس، اسمع محاضرات كويس، افهم، اتفرج على برامج واعيه، ما اثرش، ما اخليش الشخص اللي قدامي ياثر عليا، بس اتفاهم معاه. سي السيد، للاسف احنا عندنا كتير قوي عايشين بالمنطق سي، وما زال وفي ناس كتير جدا جدا ما بيبقوش مقتنعين بان الست تقدر تعمل اللي هما ما يقدروش يعملوه. لا، هما في ناس مش مقتنعه بده. لا لا، لسه موجود في مجتمعنا يا رشا، موجود كتير. خلي بالك احنا بنتكلم في طبقات من المجتمع مختلفه، والوطن العربي فيه حاجات كتيره قوي. عندك في السعوديه لحد دلوقتي لسه بيقفوا على التلفزيون يتكلموا عن ان الست لا تصلح للقياده، ولا تصلح للقياده، مش قياده القياده دي، هم طبعا بالنسبه لهم موضوع منتهي، لا تصلح لقياده السياره، لا تصلح لانها تمسك اي منصب. في الحاله دي علشان هم متربيين على كده، وده وصل لمرحله ان هو بقى في البرامج العقليه العليا، ما ينفعش اقعد احارب ان انا الغي. لا، انا بعمل في نوع من الالفه بيني وبين الشخص يعني، وبتفاهم معاه واتوافق مع قيمه ومعتقداته، بس مش معنى كده ان انا اقول له ده صح. موجود في تفكير سلبي في المراه وفي تفكير سلبي في الرجل، وانا قلت ان انا هتكلم على الراجل الاول بعدين اتكلم على المراه يا استاذ عبد السلام. انا مش بتكلم دلوقتي على قصه ان احنا نقعد نقول ده تفكير سلبي في المراه وده تفكير سلبي في الراجل. هقول لحضرتك على حاجه، احنا لما جينا نتكلم عن ان الست عندها عند هل الست ولا الراجل ليهم التاثير الاقوى على ذكورية الرجل في مجتمعنا، لان ان الست هي اللي بتعمل كده، مش بس الرجل. فهي مشكلة رجالة بس، دي مشكلة مجتمع كمان. قلت لا، الا لو عندي ولد وعندي بنات، انا الولد ابديه عن البنت. لو عندي ولد وبنت بميز الولد في الفلوس عن البنت، بميز الولد
في غلط، ما هو غلط، بس هو ده اللي موجود في مجتمعنا يا جماعة، فاحنا بنحارب المشاكل دي في مجتمعنا. الخروج، لما اجي اخرج الولد واخرج البنت من البيت بقسى على البنت بطريقة مبالغ فيها، في حين ان انا لازم اديها مساحة من الحرية وافهمها ان عشان هي بنت ليها قيود معينة. لا، احنا في مجتمعنا الست اللي هي الام ما بتعملش كده، هو ده الصح وده الغلط بدون ما نفهم ونتعامل ونتوافق. فخلينا نعالج مشاكل مجتمعنا. انا ما بعالجش الناس اللي موجوده، ما بدعمهم ان هم يعالجوا المشاكل بتاعت مجتمعنا. احنا عندنا نسبه لسه في الاماكن اللي هي النائيه، الصعيد وما الى ذلك، الست عندها احساس بالدونيه بشع، احساس بان هي لا حول لها ولا قوه وما عندهاش اي قدرات. شكرا يا مياده، الله يخليكي. البنت ما بتتركش، ما زالت البنت بتنزل تقعد في البيت، ما حدش بيشوفها، ما بتعرفش تتعلم، الكل ده موجود في مجتمعنا. لا 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 يا استاذ محمد، موجود في مجتمعنا، وما زال عندنا الطار لحد دلوقتي موجود. لا والله يا فندم، مش كل المجتمعات يا استاذ محمد، لا والله لسه موجود في مجتمعنا. انا عارفه انا بقول ايه، انا الحاجات دي انا عاملاها من احصائيات علميه. ماشي، ما هو من الصعيد، منين في الصعيد يا فندم؟ منين في الصعيد؟ انا يعني انا لو طلعت لك ناس معانا من القاعه هيقول لك الموجود ده موجود في الصعيد، بس مش موجود في المدن بتاعت الصعيد، موجود في الاماكن ده. احنا عندنا اماكن لسه ما فيهاش ميه ونور يا استاذ محمد. انا 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 مش هختلف ومش هنخش في مواضيع تانية عشان ما نخش في موضوع، احنا بنحارب ده وبنقول ان احنا عايزين نعمل بيننا وبين الشخص اللي قدامنا ألفة. احنا بنعملها ازاي؟ بنعمل اول حاجه مستوى شكلي، متهيألي واضح وانا شرحته، ان احنا بنتكلم عن المطابقه والشكل، بعمل نفس شكل الجسم وبعمل حركات الجسم نفسها. الصوت بيبقى لازم يكون، لو انا صوتي عالي لازم اكون اللي قدامي بيتكلم بصوت الى حد ما مرتفع، لو انا صوتي تخين لازم اللي قدامي يخلي باله ان صوته يبقى عريض شويه. السرعه بتاعت الصوت، ده المستوى الصوتي. المستوى التاكيدات اللغويه، ممكن اعيد بعض الكلمات للتاكيد زي ما انا شرحت لكم كده، المدرب بيحاول يتكلم لما بيجي يدرب اونلاين غير لما يكون بيدرب لايف، بيدرب لايف برده ممكن يعمل كده، بس الاونلاين المفروض يكون اقوى. وانا بتكلم لازم اكد ان ايمي بتقول فيه كتير، ولازم اقول ان محمد، استاذ محمد بيك بيقول اهم شيء التربيه. بعيد الكلمه، بعمل الفه بين وبين القاعه، بين الناس الموجودين في القاعه. ونيفين بتقول موجود في الصعيد ومحافظات الدلتا، طبعا يا نيفين موجود في كل حته. تواصل نوع من الالفه، هو الفه، نوع من الالفه بتقوي التواصل يا الهي. تمام؟ بتوافق معاكم في قيمكم ومعتقداتكم، زي ما انا بقول اه لا انتوا طبعا ناس كويسين. احنا بنقول لكم الاسرار بتاعت المدربين اهو. انا معاكم خلاص، مفيش مشكله، وخلينا حتى لو اختلفنا خلينا نقول ان كل واحد رايه صح او رايي صواب، مش مجامله بس هو نوع يعني، او ماشي نخليها مجامله يا الهام، نوع من ان انا بخلق انثى بيني وبين الشخص اللي قدامي، بتوصل بقى المجامله وما الى ذلك. المبادئ طبعا احنا تقريبا مش هنبقى فيه، مش كده يا رشا؟ انا هديكي تي او تي يا رشا، بس تي او تي بتاعتي انا بقى. دي مستويات الالفه كده واضحه بالظبط، شعور الاتفاق يولد الالفه. ان شاء الله يا ميادة باذن الله. بالظبط، هنعمل ألفة، هنوصل لتفاهم وتوافق، بس مش هيبقى في الخطأ بقى. ما انا بعمل بيني وبين اللي قدامي ألفة عشان اخرجه من اللي هو بيعمله. تمام يا إلهام، ان شاء الله باذن الله. احنا كده المستويات الألفة واضحة بالظبط يا ميادة، الله ينور عليكي. اجبره على ايه؟ مش اجبره بقى يعني، اوكي اجبره على انه يتقبلني. ودايما كونفوشيوس بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا
انا كنت قلتها قبل كده، الناس اللي معايا اللي خدوا اعداد قاضي يقولوها لي. كونفوشيوس بيقول ايه؟ حاكم الصين العظيم. لا، هو بيحصل نوع من التفاوت، طابق شويه اميره، خليكي اعملي كده هتلاقي فيه نوع من التوافق حبه حبه. هو بيفوق بالذات لما تكوني بتاخدي مني فلوس بقى، يعني في ناس تفوق تقول لك بس ايه ده، هي طلعت مني فلوس ازاي؟ اه كونفوشيوس بيقول لنا ايه؟ حد عارف المقوله بتاعت كونفوشيوس العظيم اللي تخص لغه الجسم والصوت؟ هنوصل لمرحلة ألفة، هنوصل لأن احنا نخرج المعتقدات الخاطئة دي شوية بشوية، مش كده؟ محطة مصر بقى. طيب هاي الحمد لله. بيقول أري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول من أنت؟ أسمع. لا، ولا يهمك ولا يهمك يا عبق. أسمعني وسوف أفهم. ميادة بيقول تكلم حتى أقول لك من أنت. الله ينور عليك، حكمة طبعا جميلة. بيقول ايه؟ الله ينور عليك يا إلهام. أشركني سوف أتعلم. أسمعني وربما أفهم. أرني وأفهم. أشركني وسوف أتعلم. بمعنى ايه؟ بمعنى إن الصوت لوحده مش كفاية، لغة الجسم لوحدها مش كفاية، الكلمات مش لوحدها مش كفاية، المشاركة الكفاية. لقوا إن لغة الجسم بتأثر في الاتصال بينك وبين الشخص اللي قدامك بنسبة 55%. يعني بص، أنت بتوصل لما تحط جسمك، وضعية جسمك في وضعية جسم اللي قدامك، تعمله كأنه مراية، يبقى أنت بتعمل إيماءاته وحركاته، حتى رنش العين، حتى تعبير الوجه، حتى التنفس، لو التنفس بتاعه عالي بتتنفس بطريقة عالية، لو التنفس متوسط هتتنفس بطريقة متوسطة، لو التنفس قوي بتتنفس بطريقة قوية. لو انت عملت كده انت بتتصل معاه بنسبة 55%. لما نبرة صوتك تبقى زي نبرة صوته، لما ايقاع صوتك وجودته تبقى زي جودته، بتتواصل معاه بنسبة اعلى، بتمثل نبرة الصوت لوحدها بتمثل 38%، زائد 55% فاضل كام؟ 93%. لما بنتكلم ونقول نفس الكلام اللي بيقوله ونعمل التأكيدات اللغوية والنظام التمثيلي اللي هو السمعي والبصري والحسي والجمل والمقاطع وما إلى ذلك، بنوصل لنسبة اتصال بنسبة 100%. لا، ما هو احنا خلي بالك يا ميرا، احنا ما نعملش بمرحلة، يعني احنا قاعدين عشان نعمل ألفة، اكيد احنا مش قاعدين مش واقفين وبنتخانق لا، المفروض ان انت قاعده ريلاكس قدام الشخص اللي قدامك، بتحاولي تقلديه بس مش بصوره ان هو يبان ان انت بتتريقي عليه، لا خالص. الكلام المنطوق 7%، تخيلوا. يعني انا لما اثر على الشخص اللي قدامي مش لازم اتكلم اصلا، انا مجرد ان انا دي فن وبتيجي واحدة واحدة، إن أنا أعمل جسمي زي جسمه. بصي أنا عايزاكي تجربيها، يعني يا ريت كل واحد فينا يجربها كده. لا، في حالة الغضب لا، في حالة الغضب المفروض إن أنا ما أقفش قدام الشخص وهو غضبان وهو منفعل أبدا، بالعكس أنا أهدي أهدي وما أحاولش أتأثر بيه، يعني اروح اتوضى بقى واصلي ركعتين وابعد عنه احسن. لحد ما يهدى، وبعدين لما تقعد بقى اعمل بينك وبين الألفة دي، هتلاقي نوصل لمرحلة اتصال.
كده عملنا الألفة بيننا وبين الشخص اللي قدامنا، أيا كان الشخص ده بقى شريك حياتك وما إلى ذلك. عملنا مطابقة وعملنا مجاراة، نعمل ايه عشان نعرف الشخص اللي قدامنا وصل لمرحلة القيادة خلاص هينفذ لي اللي انا عايزه؟ اما احرك ايدي عكس ما هو بيعمل او اعلي صوتي اوطي على عكس اللي هو بيعمله، هلاقيه بيعمل نفس الحاجة. لو انا حركت ايدي بطريقة ولقيته بيحركها خلاص انا كده وصلت لمرحلة القيادة، هبتدي بقى ايه احط طلباتي، ابتدي اتفاهم معاه، مش احط طلباتي يعني انا بعمل لكم دعاء بقى، لا ابتدي اتفاهم معاه واوصل لمراحل وسط في التفاهم ونبتدي نتكلم بقى. ابتدي بقى في الهدف بتاعي، انا عامل القصة دي ليه؟ يعني نوع من التنوين كده بس، ما هو بص يعني كله بيودي لبعض. ابتدي اوصل لهدفي بقى. حاضر يا إلهام. أول حاجة بعمل مطابقة، بعمل نفس اللي بيعمله. بعد كده أعمل مجاراة اللي هي الكلام، إن أنا أتكلم بنفس تون الكلام اللي هو بيتكلم بيه، لو عالي بتكلم بنفس العلو بتاعه بس طبعا صوتنا ما يبقاش عالي بالشكل اللي يضايقه. الصوت يكون نبرته مناسبة للنبرة بتاعته. بعمل تأكيدات لغوية للمبادئ والقيم والمعتقدات والكلام اللي بيقوله عموما، أحاول أتوافق معاه ما خالفوش يعني في الكلام اللي بيقوله. خلاص عملنا ده بالراحة وبهدوء مع الشخص اللي قدامنا من غير ما يشعر، عملت بيني وبينه توافق في العقل اللاواعي، أنا كده كل ده شغال على العقل اللاواعي. ممكن تأثر عليا بنفس الطريقة، مفيش مشكلة. هل هناك حركات او لغة جسم عن طريق اليدين؟ طبعا طبعا، البادي لانجوج ده موال كبير قوي. المهم خلاص انا وصلت المرحلة دي، اشوف الهدف بقى من اللي انا بعمله دوت وابتدي انفذه. المهم ان انا لما بحرك ايدي لقيته حركها زي ما انا حركه، ابتدي خلاص اشوف الهدف بتاعي. لو ما لقيتش ان هو عمل الحركه دي يبقى ابتدي لسه، انا لسه قدامي شويه قبل ما اوصل لمرحله القيام. الالفه واضحه؟ هو ده، هم عشان كده بيهاجموا البرمجه اللغويه العصبيه، هم بييجوا يعملوا لنا كده. على فكره عايزه اقول لك، عارف لورانس العرب؟ عارفين طبعا لورنس العرب كان بيعمل ايه؟ كان بيجي يلبس لبسنا ويقلدنا في طريقتنا وكلامنا ويخش يعمل اللي هو عايزه. الناس اللي هم الاعلاميين لما يجي يستضيفوا حد اجنبي تلاقيه عمال بيتكلم ويحاول يقلد نبره صوتك ويحاول يتكلم بطريقه معينه، بيعمل بينه وبين الشخص اللي هو انثى وياخد اللي عايزه. بس احنا عندنا للاسف الاعلام مش محترف بالطريقه دي. الاعلام بيقعد يتخانق مع الناس. انت مش بتعيد الطريقة، انت بتحاول تكمل بقى، يعني تكمل شوية. وظيفة المرأة الأساسية مربية أجيال؟ طبعا يا أستاذ إبراهيم مربية أجيال، بس أنا هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ إبراهيم، أنا مربية أجيال بس أنا لازم يكون لي كياني، لازم الشخص الآخر يحترمني. عند مرحلة معينة الست بيبقى عندها الوقت الكافي إنها تكون بتدير بيتها وأولادها، في نفس الوقت بتقدر تدير حياتها وتقدر تعمل لنفسها حياة مستقلة. المفروض ان الراجل يحترم ده ويقدر، لكن هي الاساس عندها تربية الاطفال. طبعا تربية الاطفال وتربية النشء ومتابعتهم ده الاساس، وده اللي بتقوم عليه الحياة عشان يبقى في توازن بين الناس وبعضها. مش مختلف تماما معي، لازم يكون في توافق بين الاثنين، واحنا بقى عايزين نعمل التوافق لو لا قدر الله ما فيش توافق. هي بتعمل توافق او هو بيعمل توافق، انا هما اللي موجودين واحد بس اللي موجود هو ومراته. بالظبط، هي علاقه تكامل ولا علاقه ماديه، مين اللي هيتفوق على التاني؟ واجب على الزوجين طبعا، بس على الزوجه ليها اكبر عامل، هو مسؤول. بصي القوامه يا رشا، مسؤول عن البيت
من ناحية المالية ومن ناحية الحماية، وهي مسؤولة عن تربية الأطفال طبعا بمشاركة الزوج، بس المسؤولية الأكبر عليها لأن هي بتحمل معنى التربية والرعاية. خلي بالك الأم برضو مسؤولة عن الرعاية. فخلينا، لا احنا مش من لغة الجسد، انا مش بعمل يعني النهاردة لغة الجسد، انا على فكرة برضو مش تخصص لغة جسد، انا بقى عارفة عنها حاجات ودرست عنها. ناخد شيء من كل شيء وناخد كل شيء عن شيء. الله ينور عليك يا إلهام. خلينا نقول مؤشرات الألفة القوية عشان نكمل محاضرتنا النهاردة. مؤشرات الألفة القوية، أول حاجة إيه؟ الإحساس الداخلي، تغير لون الوجه، تغير وضع عضلات الوجه، لحن الخطاب يدل على الألفة. يعني لما تلاقي وش اللي قد خلاص صافي وحركاته نفس حركات وجهك، احساسك الداخلي. خلي بالكوا العقل اللاواعي ده قوي جدا جدا، على قد ما العقل الواعي مسيطر على قد ما العقل اللاواعي بيتحكم في 90% من حركاتنا وب 90% من تصرفاتنا اللي بتأدي سلوكنا وتأدي لمرضنا. 90% العقل اللاواعي بيأثر علينا بنسبة 90%. فبالتالي انت خدت 90%، انت لما تأثر عليه عن طريق عقل الأواعي خدت 90% من كيانه. فحركات يعني مؤشرات الألفة القوية اللي تعرف بيها ان خلاص الشخص اللي قدامك ده وصلتوا بينكوا وبين بعض، ان انتوا خلاص حسيتوا ان احساسكوا الداخلي واحد، قدرت تتواصل معاه عن طريق عقله اللاواعي. وعلى فكرة ده في قانون الجذب حاجة لذيذة جدا، انت ممكن تقعد مع الشخص اللي قدامك تعمل له نوع من الجذب عن طريق الألفة أو أيا كانت الجذب بقى، إن أنت تفكر بيه تتواصل مع عقله اللاواعي. هو قانون الجذب شغال على عقل اللاواعي، تتواصل مع اللي قدامك عن طريق عقل اللاواعي. الابتسامة بمثابة مفتاح للتواصل. تمام، الله ينور عليك يا منى. طبعا الابتسامة دي حاجة هايلة وبناخد عليها ثواب، وتبسمك في وجه أخيك صادقة، فتخيل بقى لو تاخد. ممكن وممكن اوصل بالألفة للتخاطر. ممكن توصل لأقصى مرحلة ممكن تتخيلها بالألفة. اقرب طرق الألفة التفاهم. اهلا استاذ امام، ازي حضرتك. يبقى كده مؤشرات الألفة القوية واضحة، فيها حاجة في الحاجات اللي احنا شرحناها عايزة توضح؟ اعطاء الاهتمام عند التكلم. تمام، ده طبعا ده من وانت قاعد بقى كيانك كله معايا. الألفة دي بتوصل الانسان اللي قدامك اللي انت قاعد مشاعرك كلها معاه، عينك ونبرة صوتك وعقلك وجسمك. طبعا قمة الاهتمام في الحالة دي هو ده نوع من الاهتمام في حد ذاته، فن الاستماع. طبعا احنا كلنا بالذات الستات، عشان الرجالة ما تقولش ان انا باجي عليها، الستات محتاجة تسمع مش تقعد تتكلم تتكلم تتكلم. اعذروني معلش. بالظبط يا مياد، الله ينور عليكي. بلاش لوك 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 ده. إيه كده الألفة وضحت ان شاء الله. حاضر. هي مش الاشخاص الوقحين يا استاذ احمد، التعامل مع الاشخاص الصعبة. حاضر ان شاء الله هعملها عندكم. حاضر، واحده واحده عليا باذن الله. طيب هي فعلا طبيعيه، بس احنا لو احنا ما عندناش الالفه احنا بنعملها. ناخد ريست 10 دقايق ونرجع نتكلم عن ميتا. هو الظهر المغرب جدا امتى ولا لما المغرب جدا؟ خلينا طيب نتكلم عن ميتا وبعدين ناخد مع المغرب علشان الناس اللي بتبقى عايزه تصلي صلاه في وقتها. بس متهيألي فاضل له 10 دقايق. لا مش بيأذن، لو بيأذن هتسمعيه عندي. اهو بيأذن اهو. لا بيأذن اهو. التعامل مع الشخصيات الصعبة. كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة. في حاجة كده، وانا شرحت حاجة زي كده في إعداد القادة لو حضرتك حبيت تحضرها، تقريبا كانت المحاضرة الخامسة أو السادسة. كانت الأشكال الناس عند الاختلاف أو أنماط الناس عند الخلاف، كانت موجودة في محاضرات إعداد القواعد. حضرتك ممكن هي موجودة على الدارين برضه.
هو استاذ احمد بيقول يعني هي يا 5 يا 6، مش عارفه، مش متذكره حقيقي. جزاك انا وياكم، نورت حضرتك الدعم يا استاذ محمد. اكتب على الدارين اعداد القاده ملتقى الدارين، هيجيب لك حاجات في القياده كويس ان شاء الله. احنا شرحناها يا استاذ بروجرامر، وقلنا ان الست اصلا بتعيش دايما في التفصيل، شرحناها مرتين، مره هنتكلم عن الفص الايسر والايمن، برضو هتلاقيها موجوده ان شاء الله في محاضرات الدبلومه، واتكلمنا عليها في مواقع الادراك، وقلنا ان الست عموما شخص تفصيل، فبالتالي بتبقى عايزه تتكلم كتير في التفاصيل وتسمع كتير التفاصيل، عكس الراجل. الراجل طبيعته انه شخص اجمالي. طبعا طبعا في رجاله كده، وفينا، والاحسن ان احنا نجمع بين الحاجتين، نجمع بين التفصيل وبين الاجمال. انا مش تفصيلي، انا مش شخص تفصيلي، انا بحب الاجمال، بس لازم اكون تفصيلي عشان اقدر اوصل لك المحاضره بتاعتي، فبالتالي بعيش في التفصيل وبعيش في الاجمال. فاكتر شخص متميز هو اللي بيعمل الاثنين بالظبط يا رشا. هو فعلا مفيد عشان تربيه الاطفال، الاطفال بيسالوا كتير وبيستفسروا كتير وعايزين تفاصيل كتير فعلا. يعني سبحان الله سبحان الله، ما يعني ما خلقش حاجه كده هباء، كل حاجه بقدر. الحمد لله وشكرا. طبعا طبعا ممكن يعني فين، طبعا ممكن تكون تفصيليه مع نفسها وتفصيليه مع الناس. هو احنا بنعمل كده، بنديكوا برمجه عشان ده، عشان تعرف تتواصل مع الناس باحسن صوره ممكن وتزيد من صبره. رعايه الاطفال بتزيد من ذكاء رعايه الاطفال بتزيد من ذكاء المراه. حقيقي فعلا مينا بتقول المرأة ممكن تكون إجمالية والراجل تفصيلي، إزاي تعمل ألفة في الحالة دي؟ لأنه في الوقت ده هيلغي وجودها ويتكلم هو وبس. سيبيه يتكلم، اسمعي، اتعلمي فن إن أنت تسمعي. هنعمل استراحة. حاضر الصلاة، حاضر. هو الأذان لسه بيبدأ والله، أنا قلت أتكلم معاكم لحد ما الأذان يبدأ، عشان لما أبتدي الميتة ما أخشش تاني في ال، يا رب آمين، الله يخليك. ناخد 10 دقايق ان شاء الله، خلاص الاذان خلص ونرجع عشان نخش على الميتة باذن الله. شكرا ليك، شكرا يا ابتسام، الله يخليكي، ربنا يبارك فيك. وانتوا بتصلوا يا جماعه قبل ما اخش، ورحمة الله وبركاته. احنا كده خلصنا الالفه، ووضحنا هي بننفذها ازاي، وباذن الله يعني هي طريقه حلوه يا ريت نستخدمها عموما في حياتنا في التعامل مع الاشخاص. هنوصل لمرحله تفاهم هتفرق كتير قوي في التعامل بيننا وبين بعض. الله يخليكي، تقبل الله منا ومنكم. هنيجي بقى للميتا. احنا قلنا ان في حاجة اسمها مين؟ في حاجة اسمها ميلتون. احنا هنتكلم النهاردة عن الميتا، وبعدين المرة الجاية هنتكلم عن ميلتون. الله يسلمك يا استاذ كريم. الميتا دي طريقة تفكيرنا عموما في المشاكل او في الاحداث اللي حوالينا، بتودينا لإطار معين. يعني لو أنا في مشكلة، ثلاث مراحل يا مياد هنتكلم عنها دلوقتي. حاضر. لو أنا في مشكلة، دايما لما باجي أحل المشكلة أقول إيه؟ إيه هي المشكلة؟ المشكلة عبارة عن ايه؟ ايه سبب المشكلة؟ ليه فشلت في حلها؟ ازاي اتجاوز
المشكلة. بعدين أوصل لمرحلة اسمها مرحلة التغيير. حصل المشكلة وحصل اللي حصل زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، ايه بقى اللي المفروض اغيره عشان ما اقعش في المشكلة دي تاني؟ اللي يخليني اوقف المشكلة؟ لازم، احنا اتفقنا ان احنا لازم يبقى عندنا اكتر من بديل لحل المشكلة. يعني انا ما ادورش على حل واحد للمشكلة، ادور على اكتر من حل للمشكلة. وبعدين انا متأكد انك هتتغير. دي الطريقة المثالية اللي احنا بنفكر، اللي المفروض احنا نفكر فيها. طب ايه الطريقة بقى اللي اغلبية الناس بيفكروا فيها؟ دي الطريقة دي واضحة، الطريقة المثالية للتفكير في المشكلة. هقولها تاني برضو للتأكيد، ان لو انا هشتغل في الميتا، اول حاجة ايه هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ انا عندي مشكلة، بحدد المشكلة، ايه سبب حدوث المشكلة؟ بداية انا فشلت في حل المشكلة، طب انا فشلت ليه؟ وازاي اتجاوز الفشل ده؟ ونقلب بقى عشان نحل مشكلتنا، عايزين نغير ايه عشان نوصل لحل؟ وامتى هتقف؟ واشوف المشكلة الحلول بتاعتها ممكن تقول ايه؟ ادور على حل اكتر من حل دايما، لو حل واحد ما يبقاش انا كده عندي حلول، ما يبقاش عندي بدايل. بالظبط، الله ينور عليك يا مياد. وبعدين بعد ما انا ما يبقاش عندي حلول، انا متأكد انك هتتغير، انت تكون واثق من جواك ان انت هتتغير بعد ما تحل مشاكلك وتوصل لمرحلة ان انت خرجت من المشكلة، هتوصل لمرحلة ان انت هتتغير، لانك هتكون عديت المشكلة وعديت الازمة بنجاح. دي امثل طريقة للتعامل مع المشاكل. احنا بقى او عموما مش احنا بالتحديد، الله يخليك يا منى، ايه الطريقه اللي بنفكر فيها في مشاكلنا؟ يجي الشخص يقع في مشكله، يجي له احساس بالاحباط من المشكله دي، ويحس ان الدنيا سودة زي ما بيقولوا، ويحس ان هو مش هيحل مشكلته وان هيفضل عايش في المشكله، بالتالي احساسه يبقى سلبي، بالتالي يوصل للاطار السلبي، بالتالي يبقى يفضل جوه المشكله. لو جه الشخص فكر بالطريقه الايجابيه اللي انا وضحتها لكم، هتديني في الاخر ايه؟ اطار ايجابي. سواء المشكله خلصت هيفكر بطريقه ايجابيه، خلاص احنا بندور على حل لحد ما نوصل لها حل، بالتالي ده طريقه ايجابيه. المشكله حصلت وحصل اللي حصل، بتجاوزها وببتدي حياتي بطريقه تانية واخد في اعتباري المشكله. يبقى انا عندي الاسئله اللي انا بحطها لنفسي بتدخلني في اطارين، يا اما اطار ايجابي يا اما اطار سلبي. الاطار الايجابي او الاطار السلبي بينعكس على سلوكياتي، بالتالي بينعكس على ايه؟ على مصيري. الاطار السلبي بيقودك دايما للاحساس بشعور سلبي، دايما تحس ان انت واقف مكتوف ايدك، ايه ده، انا مش قادر اعمل حاجه وباين عليا مش هعرف اعمل حاجه. الاطار السلبي بيديني دايما احساس باللوم على الاخرين، ان انا مش عايز احس ان انا سبب المشكله، لا ده في حد تاني سبب المشكله، بحس بضياع الفرصه، كل ده اطار سلبي. في حين ان انا لما اكون في مشكلة وتجاوزتها الطريقة المعتادة اللي انا اتكلمتكم فيها، بوصل لحاجة اسمها الاطار الايجابي. الاطار الايجابي ده بيخليك تتحرك في الاتجاه اللي انت عايزه،
بتعرف انت عايز ايه وعايز توصل لايه او كيف توصل له. بتكرر الحالة اللي انت عايز تشعر بيها. يعني انت لو عايز تشعر ان انت مبسوط وسعيد هتشعر ان انت مبسوط وسعيد. اتفقنا ان كل حاجة في الدنيا قرار، كل حاجة في حياتنا قرار. بتخلي عندك اختيارات كتير قوي في حياتك، فبالتالي بيبقى ليها تأثير ان انت حاسس ان مفيش لود عليك، مفيش حد محمل عليك اكتر من الناس. نعمل تمرين بقى. كل واحد فينا اكيد عدى بمشاكل في حياته، احنا بنفكر في الاطار في حاجه اسمها ميتا. ميتا ليها مجموعه خطوات. اول خطوه انا بقول لك انت احنا عندنا مشكله يا امي، مفيش حاجه فاتتك ان شاء الله، حاجه بسيطه جدا، صيام مقبول ان شاء الله. احنا بنفكر ازاي ان احنا تفكيرنا بيودينا لاطار سلبي او اطار ايجابي. الاطار السلبي بيديكي شعور بان انت مكتوفة الايدين، عليكي لوم على الاخرين او عليك، بتضيع فرص كتيرة في حياتك. في حين ان انت لو فكرت تفكير ايجابي هتلاقي نفسك بتتحرك في اتجاه بترغبه، بتعرف انت عايز توصل لايه وازاي توصله، تدور عليه، بيبقى عندك اكتر من طريقة عشان تفكر تفكير ايجابي. بالتالي ده بينطبع على مصيرك ان هو يبقى مصير ايجابي. الميتا دي انواع من التفكير، انا هشرحها بس يعني خلينا نمشي واحده واحده، هنتكلم فيها احنا بندي بس مشكله عموما. يعني عايزين نعمل التمرين، كل واحد فينا يستحضر مشكله حصلت له في حياته، ولما تكونوا جاهزين هديكوا دقيقة، لما تكونوا جاهزين ادوني واحد بس نتأكد ان كله معايا. انا بقول كل واحد فينا يجهز مشكلة ويستحضر مشكلة في مخه، وبعدين نخش بقى في تمرين النفس ونخش في نوع من الاسترخاء كده. الصوت مش واضح كده؟ لو الصوت واضح ادوني واحد. طيب واضح اهو. طيب هنخش في حالة استرخاء دلوقتي، معلش هزعلكوا اعذروني بس لازم ادخلك في الحالة دي عشان نحاول نعمل تجربة بسيطة. يعني نفس على 8 ونحبسه على 8 ونطلعه على 8 3 نقط. أول مرة. طيب هي خلاص. هناخد نفس على 8، يعني ياخده على 8، يعني هتاخد نفس من مناخيرك وانت قافل بقك خالص، بعدين وبرده وانت بتنفخ بطنك علشان يكون تمرين كويس للبطن، وبعدين توقفه على قد ما تقدر كده على 2، يعني بمسافة ما تعد 1 2 يعني، وبعدين تطلعه بالراحة جدا جدا من الفم، يعتبر على 8 وعلى اريح مش مشكلة براحتك. هنعمل ده 3 مرات وبعدين ندخل لحالة الاسترخاء، وبعدين نطلع تاني من حالة الاسترخاء بان احنا ناخد نفس على 8 ونطلعه بقوة ونشاط على 4، ونبص يمين ونبص شمال. باخد نفس على 8، هعمله معاكم بقى. والله انا اول مره اسمع الكلام ده، يعني جيب لي المصدر اللي انت بتقول منه الكلام ده بس ابعتهولي على نفس. احنا بناخد النفس من الانف ونطلعه من الفم، بنحبسه شويه، والمفروض ان انت لو حبسته اكتر شويه، والمفروض ان انت لو حبسته اكتر وانت بتعمل التمرين بتحرق الدهون. انا ما اعرفش المعلومه دي، يا ريت تجيبها وتبعتها لي.
خلينا ناخد النفس كده بالراحة، هقفل الشات عشان محدش يتكلم وعشان يعرف تركيزنا لحد ما من نخلص التمرين بتاعه. هناخد نفس، هنوقفه على 2، هنطلعه على 8 بالراحة جدا. هاخد نفس تاني، هوقفه على 2 وطلعه بالراحة جدا. هناخد نفس تاني، هوقفه على 2 وطلعه على 8 بالراحة جدا. بفكر في المشكلة اللي قابلتني في حياتي، بفكر ليه أنا اتحطيت في المشكلة دي، أكيد في أسباب. المشكلة دي أكيد عاملة لي عائق، إيه هو العائق ده؟ المشكلة بتخليني مش عارفة أحقق مجموعة من الرغبات في حياتي، ليه؟ مين السبب في وجود المشكلة؟ إيه هو أسوأ وقت عشت المشكلة دي فيه؟ هسيبك تفكر دقيقة، وانا قافلة الصوت. هنحبسه على 2 ونطلعه بقوة. هناخد نفس تاني، نحبسه على 2 ونطلعه بقوة. على 4 ناخد نفس تالت، نحبسه على 2 ونطلعه بقوة. هنبص يمين، هنبص شمال. على فكرة النور قطع، يعني سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. يعني شغالة باليو اس بي والدنيا معايا، فالحمد لله ما قطعناش انكل اتصال. يعني لو دلوقتي لو انا شغاله ارتي ما كنتش ممكن اكمل المحاضره. كل واحد يقول لي ايه احساسه دلوقتي. مشكله قويه الحمد لله، كل واحد يقول لي متضايقه براحة، مفيش حل، أفضل بلوم نفسي جدا. بتلومي نفسك، فيها جزء غبي، اللجوء إلى التنفس من الصدر. بص يا مياد، احنا لما بناخد النفس بناخده من الأنف، وبعدين بنحبسه جوه الصدر دقيقتين. في الحالة دي انت بتغذي صدرك وبتغذي مخك، وبعدين بتطلعيه من الفم، فبالتالي جزء من النفس بيستفيد بيه مخك بالذات بالتحديد اكتر حاجه، وبيستفيد بيه صدرك. بس ده بالعكس، ده بيقوي عضله البطن، فبالتالي بيقلل البطن. يعني احنا بنستخدمه عشان نقلل في الجيم. نشوى بتقول انها حست برعشة، ده انت عايشة جوه المشكلة يا نشوى. بتقول انا كنت بعمل تمارين نفس في المعهد. هي قوي عضلات البطن، مش بتعمل بطن، لا لا بالعكس، النفس كويس للرجيم بتاع البطن بالعكس. مع الاستمرار، كله مع الاستمرار. أما بتقول إنها بتدور على حل، تمام، ولا يهمك يا أستاذ عبد، اتفضل حضرتك. يعني كلنا طلعنا، اتفضل حضرتك، مفيش مشكلة خالص، كلنا طلعنا من المشكلة من التفكير ده، إنه تفكير بشعور سلبي.
بالظبط. يبقى احنا طلعنا من هنا بايه، شعور ايه؟ سلبي. ليه؟ عشان الاسئله اللي انا سالتها لنفسي، هي دي الميتا بقى. يعني الميتا، عشان كده ما حبيتش اقول التعريف الاول. الميتا مجموعه اسئله، المجموعه الاسئله دي بتاخدني للاطار السلبي او بتاخدني للايجابي. اللي انا قلته ده الاطار السلبي. اهلا يا سوم. الاسئله اللي انا سالتها لكم دي الاطار السلبي. عشان كده انا بقول لكم ليه، عشان تجربوها وتعرفوا قد ايه الاطار ده بياخدك للتفكير السلبي. وكلنا للاسف احيانا كتيره بنمارس الطريقه دي علشان ندخل نفسنا في الاطار السلبي ونفضل عايشين فيه. للاطار السلبي او الايجابي. الله ينور عليك يا ميا. مجموعه اسئله تحدث مع الذات، الميتا اللي انا بتحدث مع نفسي. هناخد بعد كده لغه تانية اللي هي الميلتو، اللي هي لغه الغموض والفجوات، ودي لغه المجاز او الاستعاره وما الى ذلك، يعني نظام الشعر والكلام ده. فالميتا طريقه بنفكر بيها بتاخدني يا اطار سلبي يا ايجابي. يبقى انا لما اجي افكر اعمل ايه عشان اوصل للاطار الايجابي، هو ده اللي انا عايزه اوصل بيه من ورشه العمل دي. هقول ايه؟ هقول لكم الاطار الايجابي وبعدين ادخلكم جوه المشكله واسيبكم تحلوها. لما اجي افكر عشان اوصل للاطار الايجابي اقول عايز ايه؟ قبل اي حاجه لازم اكون عارف انا اكون عايز ايه؟ لان احيانا سبب المشاكل بيبقى بسبب انا مش عارف انا عايز ايه اصلا. دي من اهم الاسئله اللي انا اسالها لنفسي. تاني حاجه بسالها لنفسي اين ومتى اريد تحقيق ذلك؟ يعني انا عايز احقق ده النهارده ولا بكره ولا بعده؟ وهحقق ده مع مين؟ مين الشخص اللي انا عايز احقق ده معاه؟ طب ولو انا حصلت على الحاجه دي او على الشيء ده وحليت مشكلتي، ايه اللي هيتحسن في حياتي؟ طيب حليت مشكلتي وحطيت اختيارات لحل المشكله بتاعتي، وصلت لان انا خلاص حققت جزء من اللي انا عايزه، ابتدي احدد هدفي بقى ازاي ما اقعش في المشكله دي تاني. ادور على امكانياتي ومواردي اللي تخليني احسن من نفسي. الحاجات دي كلها هتطلعني للاطار ايه؟ الايجابي. هنخش مع بعض تاني نعمل تمرين التنفس تاني ونخش نعيش في المشكلة وأقول أنا عايز إيه الأول؟ أنا عايز إيه؟ إزاي أحل المشكلة دي؟ هي حصلت إمتى؟ ومع مين؟ وأنا عايز أحلها بحيث إن أنا أطلع مع مين؟ خلي بالكوا دي بتخص العلاقة الزوجية، الكلمتين دول شوية، يعني في ناس بيبقى الحسم بالنسبة لهم أفضل وفي ناس بيبقى الاستمرار أفضل. تخص استمرار الحياة وتخص حاجات تانية كتير يعني. طيب بعد ما انا احل مشكلتي واختار حلول بديله للمشكله، ايه اللي هيبقى احسن في حياتي؟ يبقى انا حياتي اكيد هتكون افضل، يبقى انا تفكيري اكيد هيكون افضل. خلاص انا عرفت انا عايز ايه وهحل مشكلتي ازاي وبفكر لها في طرق الحل، اعيش بقى في لحظه تحقيق السعاده بحل المشكله بتاعتي وبان انا عرفت احل مشاكل. ده بالتالي هيوصلنا للاطار ايه؟ الايجابي. يبقى احنا لما نيجي، ما احنا نعمل التمرين ونفضل نعمله اكتر مره مع بعض لحد ما تقنع بيه عقلك اللاواعي. يا استاذ عبد السلام، عقلك اللاواعي لو اقتنع هتحل المشكله وهتنفس. اكيد عندنا مؤثرات خارجيه كتير طبعا في حياتنا، بس احنا دايما بنحاول نخرج من المؤثرات الخارجية دي على قد ما نقدر ونعيش ان شاء الله مع نفسنا في حل المشكلة. كلنا عندنا مؤثرات خارجية كتير وعوامل كتير، بس يكفي ان انت من جوه مستقر
عارف ان انت هتقدر تحل مشاكلك، عارف ان انت متسامح مع نفسك ومع مشاكلك ومع حاجتك، ان انت بتدور على حلول. وادام دورت على حلول، عقلك الباطن هيوصلك لنتيجة التنفيذ واحدة بواحدة. بس المهم ان انت تقنعه، الشطارة ان انت تقنعه. هنعمل التمرين تاني. هناخد النفس بالراحة جدا من الأنف، بعدين هنحبسه على اتنين ونطلعه بالراحة. وانت مسترخي تماما، اقعد في أي وضع مريح ليك، ويفضل تغمض عينك. تاني مرة هناخد النفس تاني ونوقفه على اتنين ونطلعه على تمانية. تالت مرة هناخد النفس، هنوقفه على اتنين ونطلعه على تمانية. أول حاجة هسأل نفسي، أنا عايز إيه؟ انا فاكر مشكلتي، بحاول ادور لها على حلول في عقلي. دور على اكتر من حل، خلي عندك اختيارات لحلولك. فكر كويس في حلول مشكلتك وحط له اكتر من اختيار. حليت مشكلتي وبعد ما خدت اللي انا عايزه، اكيد انا حياتي هتبقى احسن. هعيشها ازاي ومع مين؟ ازاي هحافظ على الحاجات الكويسة اللي انا عشت فيها، اللي انا خدتها بعد حلول مشكلتي؟ هاخد الخطوة الخاصة بالتنفيذ، هبتدي أنفذ. فكر في التنفيذ كويس جدا. هعيش في الحل وجمال الحل اللي انا حليته والاستقرار اللي انا حاسس بيه دلوقتي. جدا قد ايه انا بتصرف صح وبنفس سعادة قلبك وعقلك، لأن أنت شخص متميز بتفكر صح، ومن النهاردة عرفت الطريق لحل مشاكلك. نفسك تم، بتعرف تتعامل مع الناس وتتعامل مع الناس إزاي. هناخد نفس على تمانية، هنحبسه على اتنين ونطلعه على اربعة. وانت بتطلع النفس اشفط بطنك،
وانت بتاخد النفس بتنفخ بطنك. هناخد نفس تاني على 8، هنطلع على 4 نشاط. بعد ما اخلص التجربة دي، او بعد ما احس في حد لقى حلول لمشكلته فعلا حقيقية، ان شاء الله لو انت مقررة من جوه ان انت هتقدري اعملي التمرين تاني ودوري على الحلول لحد ما تلاقي الحل يا ميرا. حسيت جدا هايل. طب الحمد لله طلعت المعنويات حلول، لكن مش فورية. دوري على حلول تاني، دوري. مهم قوي ان احنا يبقى عندنا اكتر من حل. تمام، ربنا يثبت قلبك يا نشوى يا رب. طبعا مفروض صح تعمليه بالذات قبل ما تنامي يا نشوى يا رشا. هتنامي هتحلمي بكل الحلول اللي ممكن تخيليها، وهتبقي مستريحه وهتعيشي في راحه كمان. تمام يا امي، كيف؟ أعيد، مش فاهمة. هو العقل الباطن سيجد الحلول؟ اه هيجد الحلول. العقل الباطن ده عنده قوة هايلة، هيلاقي كل حاجة. اه تعليل اللي انت عايش متحد مع الفكرة. احنا كنا شرحنا يا استاذ عبد السلام الانفصال والاتحاد، معنى احساس، معنى القشعريره والتنميل بتاع الوجه ده ان انت اصلا جوه عايش متحد مع الفكره، مع المشكله، تعيش منفصل عن المشكله عشان تعرف تحلها وعشان تقدر تنفذ التحليل. لازم تفصل نفسك، تبر ان انت بره المشكله وكانك بتتفرج على نفسك جوه. أستاذ ماجد، إحنا بنقول عشان نحل مشكلتنا أول حاجة عايز إيه؟ كل واحد فينا مهم أوي إنه يبقى عارف هو عايز إيه. بتدور على اللي أنت عايزه، بتدور انت عايزه امتى وفين ومع مين، ولما تحصل عليه الحاجة اللي انت عايزها ايه النتيجة. لو انت عندك مشكلة، بعد ما تحل مشكلتك ايه النتيجة؟ خلاص انا حليت مشكلتي، عرفت مشكلتي وعرفت طريقة حلها، بدور على أكتر من طرق، لازم يكون عندي أكتر من بديل للحل. نفذت، أخلي عقلي الواعي يحس إن أنا نفذت، خلاص أنا بنفذ، أنا بحل المشكلة دي. بعد ما حليت المشكلة دي بشوف تأثير ده على الناس اللي حواليا وعلى نفسي، وقد إيه تأثيره إيجابي عليا، لأن وصلت النتيجة إيجابية. وبعيش جوه، بعيش جوه إيه؟ لا، لسه ما خلصتش المحاضرة، لسه في كمان. هي دي اللي ناس
اللي عايزة تكتب المحاضرة. لسه في حاجات لسه هشرح. لا لسه لسه، هي دي المفروض ان الاطار الايجابي اللي المفروض ان انا افكر بيه. نيجي بقى لحتة التعميم والحذف والتعديل.